بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. فحدثنا جمع من الشيوخ آخرهم شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله العثيمين غفر الله له ولهم جميعا بسناد كل منهم إلى سفيان بن عيين عن دينار عن قابوس مولى عبد الله بن عمرو العاص عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم في السماء. ومن طرائق الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين بإقراء أصول المتون، خاصة أصول حديث المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، ليفوزوا بسعادة العجل والآجل. فهذا هو المجلس التاسع عشر من مجالس فهذا هو المجلس الثالث والخمسون من مجالس إقراء وشرح كتاب الله في مفساحين في ليلة الاثنين التاسع عشر من شهر الله المحرم عام 1439 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، بدءا بكتاب الأربعين وانتهى بالسنن والصحيحين. يسر الله الإتمام والإكمال ورزق الإخلاص في القول والعمل، إنه سميع مجيب الدعوات. مجلس كانوا مجلس كي سدحي كنتنات مجالس دول مركي شرحك وبين كتاب كله في مفساحين هبين كانوا هبين سنين تواني سقال كبش محرم كن أفر بقول سقال يصدن كجرد النبي عليه الصلاة والسلام. وحنوصل لما هذه مقاصد كتابك أفر مقصد ومقاصد أوين تكمدة أي النص لما تي عاو وحن بالله بينا إن شاء الله تعالى مقصد كشنات. المقصد الخامس مقصد كشنات الحاجات الضرورية، الحاجات الرمها إيه الدنها الضرورية لقام مرمانك أي المقصد أن أكسها بسن يهي وحيابها قفك بنات أكسا كمرمينين سيدة عنضة إيه سيدة عبتانك إيه وحل محوها لنوعة أي محوها مقصد كان أحكام الشريعة ذا كقبطة وحا مأمور كآه والإسفري وحا محوها منهجة والإسكر يبي وحا بنان وحا بنانين أي إن شاء الله تعالى مقصد كان وقبل الله من دونه هذا قبل الله من دونه دولاه قدره. الكتاب الأول كتاب ككوبات الطعام والشراب وعنيت يعبد هذه وحالا لعنين وحنان لعبين نور المطال. لذلك ضرورياتك دنها لقب مارمانك إمامك وحكب اللابي الطعام والشراب. طعامك شرابك مركة آذاب توضى إيه أحكام توضى أي هل كان لقاليا ويان إيه وحي بنان وحي بنانين بنانين إن شاء الله تعالى. الفصل الأول فصل ككوبات الأطعمة عنوينك إيه وآداب الأكل إيه آذاب الله عنا عنوينك أي محوها فصل كانوا فصل يويان باب أكل الحلال حلاش اللعنة إي والتسمية بسم الله إن ليره هذا إي والأكل عنتان لقعنا باليمين مذيق لقعنا أي باب كانوا باب يويان أكل الحلال حلاش اللعنة إي والتسمية بسم الله إن ليره هذا إي والأكل عنت لقعنا باليمين قعنت مذيق لقعنا إنت أيضا أي باب كانوا باب يويان. وانظر إمامك حكولي وانظر وحد إكتاه في طلب الحلال حلاش رادين تيذا حديثك سقال بغليو سدحي كونتنات عاوة إن شاء الله تعالى درسك آخر كيسا وحانو إيمان دونتا إن محوها الترسفان أقول له فاندونا ترحيل وحاويان باب لن إنتو إمامك باللابة كدبنا هالحديث أوسن ماشي كينين ودمان أولي هاي حد إكتا حديث فنمبر كاسيك نمبر كايك إن شاء الله وتقدونا وحلو قسمان دونا مرك إن نمبر ذي اللي هذا لأن باب لن ون هالحديث بكوز جيرنا ونمبر رأي وسي إلان واسكي امتحان موقت مركا عاو حبنان دون ترى اللي ترسفا قري مركا لودي القروبة. وانظر وحد اكتا في طلب الحلال حلاش محوها هاي طلب كذا حديث سقال بقولية سدح كنتنا حديث كان محوها إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا حديث كها أيو كالجة ذوي ألا وين ومدوناك بدنا ما نقبل وحانا وناك سنين حديث ككلا وكن سدح بقول إساقاش نسقال الإيقا أيو كليش إمامك حفظه الله حديث كان محوها إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار. إن رجالا رك يدد يتخوضون كد باشان وإسكاك محوها التكرفلان في مال الله مالك الله بغير حق حق لآن يدعون يبنان فلهم النار عياذا بالله نار بإليهن مرك مالك قفك إنو كد باشان لو أقول يهي أما أو كد تصرف وكان أبنان وحق وكوغلا لكن كان أنا بنانين وقفك حق اسم كلاهين دو فراه لقلا قفك أساق النار وحانين كما قاضي عياذا بالله. حديثك كني بقول يتوبني كوبات عن عمر وحال لقوري ابن أبي سلمة وحال لقوري قال وحيو كنت وحانا هذه وحانها ويلك صحابك رضي الله تعالى عنه وارضاه قال وحيو كنت وحانها
غلاما ويل أيانها يعنك في حجر النبي نبيك دبتيسة جوغويان أما في حجر النبي نبيك حنان ذي سكره سنول ونبيك أي حنان ننجري عليه الصلاة والسلام. وكانت وحي أهيد يديك عن تيدة تطيش مت دلدوشة في السحفة حيرضة أما بسحنك مركع النظر لوعنا وحاول إسلاعنا انت كغب انت كغب انت كغب ساسا يودل دول جرتي. فقال لي رسول الله نبي قالوا حيري صلى الله عليه وسلم يا غلام عنقو سمي الله تنكوبات بسم الله ده ومقع علم حوى كل واق وكل واحد عنت بيميني كمدك تاذن وحكوعن ويان وقعنت مدك تكوعن بدا حوى دوانين وكل واحد عنت مما يليك ويحك صوحك ودنك هذا صوحك نحوى ويان. فما زالت كما أي ننزول تلك تأيضة إيضاقن كان نبي إيشيك عليه الصلاة والسلام طعمتي هب عنكيك بعد انت كذب صحابي قاس جليل رضي الله تعالى ورضا عمر ابن ابي سلمة يالي رضا عمر ابن ابي سلمة مركا نبيك ايات كوهسن علي عليه الصلاة والسلام ننكاس مركا وحليه انا عنوك ايا وحان سمنجري حيرضا اما بصحان كمركي لكينا ايان لب ابوذي جري انت احي حقا سوغا هيليب سوغا بسا انت حقا سوغا بسا انت قضات سوغا بسا وهكذا كذب نبيك انو حير يا غلام ويلو بسم الله يرتنكو بعد هاي المامن إن شيطانك يا ماشي أعوننا ذكرنا بيساني أمبر كذا كقادي تن أواصي وكسر دوماني تن لبانا وحويان ميدك تكون أو بده حود دوانين أبي تانكنا والله ميد تن سدحانا أنت كسوحك تعون أنت كسوحك تعون ويان. سؤال مركب مسألة ماشي إيماني سوحيت هاي عوننا ذي صاحب الله صوري جاي صاحنك شركة نكون هاي مركب أروح هذا على هيلبكي نبى الله سوساري خضارتي نبى الله سوساري بريسك نبى الله سوساري adiga marka nasiifka waxa kugu soo aatay qaybta bariiska qalal lahayd malaba mahalla samayni marka ya dheerifke mahirifke de ragba askala hoos yalla adiga bariiska kugu soo aatay marka waxa samaynaysa marka ha ha oo meshil denin ku digaal ma wax kulay maya qaybta waa qaybti kugu soo aatay haw dhawaani sheekh يا يا بريس وما بين عليه اللي بارو بحرة هي مسألة ذات إن شاء الله تعالى وصلت شكتين ونوع ما ندون إن شاء الله تعالى النبي قال عليه السلام يسقوا بعورته شيء قال يراه ذا ومرق قصة ميسن يسقوا صح محمد حيرة ملكة سكجر سوت تبرة وسوقت قدر أن أركض إن شاء الله تعالى. ولماذا مركو عليهن عنده لير وكل مما يليك وعنده يسكن نوعه هيلب بس هم يروان هيلب بس هم يروان مرك هيلب كميرنا قرب حقه يلا فير حقه يطلع محوها مجنها الكاسة يطلع وما إلى ذلك قيب وين قيب ير مرك إناد محوها قرب كدونته هل كلا هذا تصوت اللذيذة وطرف كويس كسوه محوها لكن عنده هدي أي أصناف كلا دوانته وبريس يباستا يمحوها سخار يفلان يوحي كلا دوان يتمر وي موس يا مركي اناد مخوها دون دونته وح اشكال هبيرات ملهم حديث كنا ايمان دون ان شاء الله عدين دون باذن الله عز وجل مديك العنو قر ولا تاديدين او مخوها مره قرو حلقيه مركو عنو يري هي وحي باس وا دقن مركا دقن هان ولا توسيناي دين هان دقن هان ولا توسيناي ابو اها وتربيه النبي عليه الصلاه والسلام ومدنا مخو ان خلاله الا تربيه. حديث كون بقول يتمني لبات عن جابر بن عبد الله وحاله رضي الله تعالى عنهما أنه جابر سمع النبي نبينا وحكمه صلى الله عليه وسلم يقول إيسا قوله إذا دخل رجل نكا دوغلا بيته وقري جيسا وفذكر أوحس الله اللوين عند دخولي مركو قري قلا الله بسم الله رضو الله مك إيسا شيكو ها إيو عند طعامه مركو عنا عنان بسم الله رضو. قال الشيطان شيطان كحير هذا لا مبيت مال لبرية لكم إذين مسوغنان لا مبيت مال لبرية إذين مسوغنان لكم أذنك ولا عشاء عشان ملهين عشادني وحلقوق في لي أو لقد بولي بسم الله قولي جن وحلقوق في لي بسم الله ما جعل مركع عاو عشلان يوحين كل عظيم لا تبردان الأنت. وإذا دخل قفك توجلا قولي جيسي فلم يذكر اسم حسين الله اللوين عند دخولي مركو قولي جم حواه سوجلا أوس بسم الله ديهن. قال الشيطان شيطان كعلي أدركتم المبيت أرتوا وحيدين ديارسون إذا مرندية إذا ديارسون ما له أرت بردان قولي جو أسكفرني بسن الله وما سوجل مركو وحيدين ديار صحراء قفك دحنتي اللي بعتدي توجدي يحب نانك تجنا هرتك بتبعدين سواح رضا وكو. وإذا لم يذكر اسم الله يذكر اسم وإذا لم يذكر الله ألا وين هذا اسم حسين عند طعامه مركو سوكر هذا نوع النذي أيوه المامي أما هو فراح كلا بحي. قال كدي منو حليه هاي إبليسكي إيش شيطانك أدركتم المبيت والعشاء عوا هوش وأزول سارنته
ميل لصاحده اي عشده واديات الا انه حويان مربى ابليس كعنض ازوحك الا وبسم الله هو هدي مركه بسم الله قفكو كتغو شيطانك اسكم ارورسنا ويان اسكم ارورسنا يا مركه حالدس وخطر مركه بيسن ان لا تغا ما هبونا كورما بسم الله الرحمن الرحيم ان لا يراد عنض مركه العنا ايه علماء الله تفضل تفضل بسم الله ادوقفك بسم الله الرحمن الرحيم الى هذا سو زياده خير ما احسنت سيدي سؤال ورتاس بسم الله مرك بسم الله الرحمن الرحيم ما بسم الله نعم حديثكم بقول التمني سيدحات عن عبد الله بن عمر وحاله رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي انه حيري اذا اكلها دعونا احدكم متكين فليأكلها كعنا بيمينه عند ميدتها كعنا ويان واذا شربها دعبنا فليشربها كعب بيمينه ميدكتيسا فإن الشيطان شيطانك يأكل وعني بشماله بذا حديثه ويشرب وحكعب بشماله حديث كان عن كقادر لم يتغنى إبليس كينو مدقي بذا حلي والله وقع مطقبه صوبة وما إنه قع مليها لو محوها أو لبي الله بأيين مدقي بذا حيهين أي الله قادنا ويان وكان نافع حوها يزيد فيها متك كرية هذا الكاس النبي قال أوشيك عليه السلام ولا يأخذ بها بذا حديث كسو قادنين ولا يعطي بها يوسن محوها ولا يأخذ بها كما قاته ولا يعطي بها كما بحيه قعنت بدح دويان أما با ولا يأخذ بها يوسن كقاذنين ولا يعطي بها يوسن محوها كبحين ويان مركا بدح دا إن لقو بحيه أما حلقو قاته أما لقوعن أما لقوعبه سحما هويان دات كان أو متقان أنا كتر بيوبين دعوة أن كتر بيوبين ورنتي أنا سوهيلين ولي داتك هراء خاصة جنريشن كي استعمارك لصون ولا وأما بدولة ذي مركا استعمال كدعين كدي خاصة صوماليا مركا الدولة ده بعد كدي بدت كي مركا إذا كان جاركها أو سكولات كان عربي إيه دين تي إياه أنا دقول تربية من دت بدنو كم ده حتى أيجوا محوها دين تي أنا النعبين أي تربية ذي أي وتانو ما أنتوا إذا روحوا يسكعوني يسكعبي كأنت بده حدي هدي هذا الشيء أكتر واهل المام كلية ويحب أوتوسين وقت أوتوسين مركا باب كاسو حاوي أنا الحمد لله هاد أدب ويا راضي إن هاد أركت قف ما أنت سكار قفكو عبا وأركي لكن قف محوها بده كعونا أمك عبا سؤال ما يرى آد بقى يرى تمرك التربية ده صوت تربية في عن ودي الله سبحانه وتعالى ومدي مركا حديثك أما باب المؤمن قفك مؤمنك باب المؤمن قفك مؤمنك يأكل وحكعنا في معن واحد في معن من دعر واحد يكلي يكعنا هل ميل أي قفك مؤمنك حكعنا من دعر كان عادي وعلاش كجرة أما قولون كان نقض أما نوعيدا كان تضبط قيبها نقض دي حذي كروا قيبها نقضين من هل حب يكعني مركب باب كاسو إمام كباب يستمع هو الدليل وأنا إمام دونه حديث كم بقولي تمان أفراد عن نافع وحال جوري مولى عبد الله بن عمر وقارو حير نافع كان ابن عمر عبد الله بن عمر وحوها رضي الله تعالى عنهما لا يأكل من العنين حتى يؤتى إلى الله كان بمسكين مسكين أو يأكل معه سجل عنا عنا مركب لكن حديث هاي إسر هذه قف مسكين هو عنا ذي لعنا هو غريبة ليا ليا أبوه ده كان تكسنا من أرتن ملا فري كواس يغير مقايد مركو فريست أو عنا ذي الله كان ayu leh masakiinta banaanka fariid mid kamid isoo kaxay wax qof waligeen sameeyna jira oo meen qof sameeyin doon inuu jirro qatar ay laftir gaad wallahi waa adagta wax aad u adag waa bal arka masakiinta meesh fariid oo tuugsanaysa ay inuu yiraahdo qofka halkii keen markuu maqaahad inta fariista qado u yeerti lib iyo wax u yeerti cunna halkii keen bal arka eega marka inteed lagu sinana marka janna darajadkaas intee Allahu akbar إلهي بأودر سبحانه وتعالى رجع نوع ساي إن نبي محمد صحابه النقضان إلهي بأودر سبحانه وتعالى يا كون توك سنة ذي بس نسوب دلال مية ها والله سيني والله سيني شيخ والله سيني قف كهدي قال له أوجي هدي له أوجاد إنه قات كعنا أما ودروه كعنا وقف ددت وحجر موقت امتحانه والتوكسيك أي مسيدو إيمان الله يقانا بإنه يكو قات أنا وقاتك برجوع إنه غضام بيسور ده مسيدو بعد استغير ولا ليا لو إلمي إجابة أيان كان كلو أيان كان كلو وهكذا مركونا عصويجرا ومعروفة كو أسوكل إلا سيواب حرام اللي إثمي الله كالمينا يعني لكن هدي قف كيوي ماذا أو بيزنس أما هو النقطة هذه ما جرن كرت موقت وحي لا بفهمي كلام وفي أموال حق معلوم للسائل والمحروم مركب حويا مربى هدي مال كان إلهي قف قوسي وإن لسي مسكين كوه تاغين مقرن قرت قلبي يقول حجر مقرن يست هدي لي لها فهلا جوجينا وحلو باصبح يكون مساكين ولمانا يان
مركي وحي انت اد ها يقول لي يقول لي ساتر ها ها انت كان هو وريغا يوم دور وكان يقول شط وقت يقول يا رجل انت حمي ارت قفك اسقى موقته وقف الدونك بن ادم كو حقو شرفت بدل ما وجهيس تتقارو هذا النوع ماذا انت ايمانيان قفك اسو غريرا ايمانيا اسو غريرا حقيقه دبكي انت كترب كتربتي ميل وكو دقاقنا اوايي ايو مركن سو عسكد مركو ايماده ماشان سو فريستا وغريرا ما اودي كار انو مخو اها دد كور استاغ انو دعو كو سيغرايا قار وها وي انت حقو جستان اي مركو وها لسيلي حقو جسن قار ما دقاقيا ددكاس مركا ارينتاس سؤاشه حمانتدو موقت ما انت قياما قفك خو ايمانيا اسغونن وجيغي سو خباي سارن قفكي مركا هوش ايدا اديغاس قبطه او بريري او دشان دبا قفولا دي قفك اسغي لسي حقو ليه واد انت ni wajigiis maxuu aha gubay markay inuu waaba dhintay ninkaasi markay waxa uu lagu tuuray kaasaga ugu dhibadanba xayil meel lub mar inta orod inta orod inta orod haqiiqatan qofka isaga waa qof intaha markama qaran daysi leela galay baan maxuu aha qofka diil la ogaado inuu maxuu ahay dhibaysan yahay wala siini hadii mastuur u yahay qofka uu qarsoon yahayna wala siini hadii maxuu ahay balwad ibala uu ku cunana day waa taswar malahan laakiin qofka di ay wadiifi shaqo u noqoto taas ayada marka adinka fatwada fatwada xaqiina jirta laakiin kullay baayad quraanka waxa weeyaan qofka marba saail baa duuyo waxba magan allah u yiraado halasiya illa de qofka xaran uu ka muxuu u kalmaysanaa waa baab kale tayib kaana wuxuu ah abd ibn umar la yakul midan un hatta yuta ila lokir bi miskin miskin ياكل عنا معه يسقى لعنا فأدخلت رجلا ما أنسو قليي يأكل لعنا معه يسقى معيس فأكل كثيرا إن بضن عنا ذي واح بضن أي يكلقي أذو عني فقالوا هي نافع نافع لا تدخل هذا علي كان ما يكن من كان ذنب مت كان تبدأ ما يكن سمعت محودي ذا يا عنا ذي قد ما يستبيله بيا لك أسكوا في الرأي لك لك في الرأي إلا محور ربع عنا ذي سقوف مؤمن نعنا لا يأكل طعامك إلا مؤمن إلا تقيس ومين marka qofka muuminka qofka taqiga inaad wax qofka saxan kula soo gala waa inuu qof taqiya oo alla ka baqa subhanahu wa ta'ala somaan marka dhankaas uu ka eegaya marka wuxuu yiri anaficu la tudkhil hada kana isoo gelin calaya dushayda maxay yeelay samictu nabiga baan ka maray sallallahu alayhi wasallam yiqul isagoola al mu'minu qofka muuminka yaakulu wuxuu ku cunaya fi mi'an wahidin hal min dhicir ay wax ku cunaya wal kaafiru qalkana yaakulu wuxuu ku cunaa fi sab'ati am'a tadamma dhicirood ay wax ku cunaya marka qofkan iimaankiisan isku toosnayn wax yeeli ninkaan dambay ii keenin saas ku yiri radiyallahu ta'ala anhu arda macneeda marka maxay tahay moqofka gaalka todoba maxuu aha todoba madicrooda gooni ayuu leeyahay qofka muuminkan hal madicr miyuu leeyahay samaha macneeda waxa weyn qofka gaalka wax badan ayuu cunaya yaakul asal ahaan yaakul wa yaakul qofka muuminka ahna wuxuu leeyahay niyo hadii cunada aad badsata iska yaray bahash mar waa soo man yahay mar wuxuu leeyahay qof miskiin ah oo baahan bal in yar u reeb mar wuxuu leeyahay hadii cunada iska baday salaadiyad ka daciifaysa mar wuxuu hakada galiban marka dhankaas waxa laga yaabaa laakiin gaalada hadda bariyahan joogta inay wax fahmeen oo afmad ahaan ay u yareystaan laga yaabaa oo cunadii ay yareystaan suuragal waa laakiin asal ahaan qofka muuminka ah inuu cunno badsada maahan culimadu waxay leeyihiin dhanka laga eega waa cunno badnida iyo cunno yarid qofka muuminka marka inuu cunada yareysto asal ahaan saas ay wanaag badan nabiga uu irshaaday calayhi salaam thuluthun li taamihi وثلث لشرابه وثلث لنفسه سدح ميلود هل ميل وينو مخو عنا قليب قيبت كلنا وحو قلن ليا ابيتانكي قيبت كلنا وينا دبشا وبنانات لكن مركو هلكان قف سو غارسيو او فيريه اسكو خرمان انت يكون نفسان باشي وحا بهلا مخو سبب كو باهن يحي ميلو كو دقدقق قف مركو انسا او تاغ منقنيا او مخو اها دسمو امتحان سوما مركا حنجها لي رادي يو ان سعود اباب كلي هي مخو سفن بي كوكا كولا لي رادي ان كو نفسد ايا دايس مركا الله المستعان عذرات انت بدن وحا وهي وحا لا قادا عنده تيرده بدن عنده تيرده بدن ويا باب الاكل عند لعنه متكئ ان قفكي اسغو دنگيكسن متكئ ان محققين تا علماء انت بدن وحا ليهين اتكاغان كي او دنكان لو ديغنا جقلكا كاس اصل اهان وما بدنا ليهين حتى اتكاغان وحا لو جدا قفكه ميل ديسيسه ايو ميل مخو اها اد قفكه كو ساس كو لا ايو
ميل محوها أفرجيس دو فريست ومحوها علاش أي أت واسع عنا قناي سيئة هذا ميل سبب كاني سعنا ذي هذا علاش هذا واحد بدن أي جلان اتكاك أساسا إما بدن محققين تقف سرايا لذلك تدو حضر كيس أمرك عنا ذي عنايان ولي بدو مركي وحصاو بدن محوها وحويان وحيف كذا لو كذا لو بسنايان علاشي أي واحد لو علني أبو دوينك يسال الله سرايا سي علاش إني رايوكش وادركتين فديق هذا رجع قارو حيس ميان وحيكون فريسانيان لقطان بده حدا يكون فريسانيان كديمنا لقطان بودد وحزوز عليه علاش سي علاش يمرك أيوسو عريود عري أيون قط أو إنير أو رأيذا المحوها دقاجين كرت أيوكش لكن قفركو أنتو أفرجيس وفريست لوجه إذا ومرسيس أو كتاب دقي سري كديمنا أويرا محاية سوديبة علاش يمرك واسي واسع رغني موقت علاش يومرك بحسن وحوها يستأني وحوي جل امتحانه مركة تلديدة تلديدة ثوين عاو مركة دقال كلنا هاي وعلى الله جيه عندنا ترى ضفا حقيقة ووحد وليدا ما ملأ ابن آدم وعاء شر أو شرا من بطن بين آدم والأب وحي أو كشر بطن أو كدافدرا أو كليدا على وش رمارك مارك قف أوفيرس هدا ما أنت هدية هذا عشوه بحده أو أنت ذوي إلى تهاف بريسة كدبنا أتي هذا مرة خليك هنا كدبنا أتي هذا محوها عبتنا ليك هنا هل كسي باش أنت كحرمي كوتو يرى وليبا إيجاسي قويل إسكا يري عبيتان كرمحوها ديب أوليقا وما إلى ذلك يعني قفك إنو رنتي وحافي عن إنو إسكا يري عنا عافي ما دهان نقطة يا جيب هان حتى جيب كلفتر كيس قفك عوا إنو حير إلا شدره جيب كيس عروش هذا ليكو عيرتي اسمه في عنا وذر رأيكو قد شوى امتحان موقت معنى هذا ما هكاجه الله با ومدها الله إنين وليبا خاصة إلما إدمرك إياجا الله واسع تأيدا لكن قفك الشخص يسان كالله يا وقفك أصدق النفتي يسان لكن المهي يدمرك إياه كواس بابك أسلمك قلين كرا أيها وحي صور ريبان نسيبكوت أيها أوتا الله لكن الله شيء هو مهم مركا يعني محوها الله بإن ريلا طيب حديثكم بقول ثمان إشانات عن أبي جحيفة وحلوري قالوا حري أبي جحيفة قال رسول الله قالوا حري صلى الله عليه وسلم لا أكل معنا متكيا أنا محو دنجيكسا أما أنا ميل مربع إيه سيم عنا ذا آد أن رقاته علوش آد محو أبلاريه وما فريست ويان لكن اتكاجا غالبا مركي أف عربي لي هذا ودنجيكسي أما قدالها وأنت جيسو أما لنا ودنجيكسي ويان طيب باب اللعق الأصابع فراه أول اللي فليفه أي باب كانوا بابي هاي إيوه الأكل عند لعون بثلاث سدح فرض لقونا أي باب كانوا بابي إنا يمحوها هذه هي طريقة النبي قال وسمين جرأة عليه الصلاة والسلام عن كعب ابن مالك وحال قوري رضي الله تعالى وارضاه قالوا حير كعب شعارة النبي قال وكمدها كعب مالك رضي الله تعالى وارضاه رجى النبي دفاع جري دين تيس دين تان دفاع جري يكمدها سدوا كلام وحكد مري ماشي أتقنن معايا هيد غزوة ذه غزوة تبوك ما قاعد معايا تكلم دو مقع كلا يا الأسرة ها جيش الأسرة مقع عصنوا أنا هيد أيو كذب العي رضي الله تعالى عنه ورده آي ذاك سعود يقول حكم ده هاي وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا وحويان من الصادقين رجع رنت إلهي ومحوه سبحانه وتعالى كو ابتلي أما إلهي أقول نعمة أيها كمدها رضي الله تعالى وارضاه قالوا حير كعب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكعنا بثلاث أسابع سدح فرض أي نبي وحكعنا جري ويلعق كدمنا ولا في جري يده قعنديزا قبل أن يمسحها انتو سنمحوها ترترين أو محوها تيش كأيو منديل كأيو محوها مرضى انتو سنمرين كهري النبي قال لف لف جري فريسة صلى الله عليه وسلم مركا وسد أحد فرض وصلى الله عنه النجار وحلاقي وقف منه هلك سو جرسي هلك ساء أنت لو ضد نصاص سمي ولي بدأ يرتاب بدر أنت صوتنا ما يبيح ده ولي بهدي سب أيو حلا أي تعلق ماشي الله يراك اللي بيبي هذا وصاص أيه ونحوها نصاص أوسع عني زباش والله جرابة سندر ويانه ده أيه محوها ما درج عليه سمعت لهن طيب مركا هدي جنب جن والناس عليه السلام لكن قف كينو فراح كلا كعنا أما وقادة كعنا وحبدي بعت أملها لكن ساس يا هبونا بدن سد محسد حدا وحنا وعنا عليه السلام يا رئيس الشوا ويا رئيس أنا يا وح يا رئيس أنا يا عندي قف مركو محوا سد حفرات كعنا عندي إن لو ذا عنا محاور تكاسو جاري عندنا غالبا إني رأي هنجرتي عندنا محوا لو ذاقة أدبه هنجرتي طيب باب إذا وقعت دي إذا عند اللقمة
إذا وقعت هدية إذا عذا لقمة عنا يعني توجا هدية إذا عذا أما عنا لقمة هدية إذا عذا فليأخذها لقمة ذا عنا ذا عذا قفكها سوق عتويان يوسن كتاجين حدثكم بقولت من التضابط عن أنس بن مالك وحاله رضي الله تعالى وارضاه أن رسول رسولك صلى الله عليه وسلم كان وحوي النبي جن إذا أكل هدوعنا طعاما عنا لعق وحوي لا في جري أصابعه فرهيسة الثلاثة سد حذا وقال قال وحوي أنس وقال وحوي النبي جن عليه الصلاة والسلام إذا سقط هدية هدية إذا عذا لقمة أحدكم متكين أفقش جيسة أما لقمة ديسة فليمت أنها كزوليو وهكب هكتورة ألا ذا وحي سوغاري هكتورة ويان وعن رأي بوري وحي غاري هكا محوها زوليو ولي أكل لها عنا ولا يدعي يسن وتقين للشيطان الشيطانك وأمرنا نبي قلحونا فري أن نسلوتا إنا محوها يمروث سنه القصعة حيرضة قالوا حير فإنكم أذنك لا تدرون مؤقذين في أي طعامكم عن الذين كي 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 سبا البركة أي بركة كجرت ما أجديني مركع محوها حيرضها للليفة حيرضها هل مروسة ذا أيونا بيجنا عدينا صلى الله عليه وآله وسلم ساسونا بيجنا عدينا عليه الصلاة والسلام مركع عنده هدي لك يكون عدد تمر هدي أي توكله لجري والله قال جنايا لكن بريس بك هذا أما بصورت عادي جهيدا أنا لقو قصي أما بمرق لقو قصي وقال لي أياد عادي سيدالي يلي أجيبه سيدالي يلي تمر إيو هلب إيو وحي نوع عصوة دي ملقى زولين كرة ها وحي قاد من كري وين هل بريس عادي ها بس ألا صرتها بس ألوينك نبكى بدره ها لقمد ماهن لقمد ما على العموم مسألة بس أصلها ونعس لكن هلك شيء مهم كوحية هاي رنتي آدي إن لوجد تحضروا بهن النظم ماشي أتقوع نيسة أصلها هن نقط مال نظيفة سئد وتحضر ترنت أيضا قفك هذا سفرة بعيال كان لديكتو هذا لوجو عنايه ولا صدق يا هدي أي كون ديارك هو وريكسن يحلمت أي تاي هذا كون وان تايم يسكو هالك برا الاستعمال ديت هاي أو محمد مركل عونك دي بناء بعض اللي يقول هذا دي أي تهاي نواب إسكان نظيف تهاي هذا موقته مركل عون نذي إن بعض أس إيوه حلمي دلوقت ديجا هدي حتى بعض لو مرة نظيف الله ديجا كرا كدي بناء ولا عوني عون نذي مركل عطينا عون توت قارته وحش كلا مرها حيا بقى حد آت كوي راضي كميت إخوة الكلام رنتي عون مذي أخيارته هيد أي رنتي أي كدة ذلك جرين عون وحرق آت كودة ذلك كميت خير الله سي ورنك أساق وريب آت وقت حدرة فضيلة الشاعر من السودان حفظه الله ننكاس والله يا أبي هدي النبي جانا عليه الصلاة والسلام عنا سو عنا جري يشدو إلى الله مركز دركت يا عنا كتجي لأنت إذا والله يا أبي زين قال هنا دركتين قال كم الله يا شيخ مركز تد كساس هلوب بنانجي لكن بريها عن عري مدي عنا ذي يرد وبرا محوها كل ذا مرة وحن كقريب قلي حفلة أي تد أخيار روح علماء أسكوي ما ذين وسعودي جا مركز أنا جاي من نلقب تي أرضي دي جامعة درج مستعج دينا نلقب تي معلمين تناجي ركلا أخيارها نلقبتين مال دور هنا لجاي بابور كامل عنا لكين أنا جانا صدق ما بكبدني أما فرتمي مين عزانيه بابور كامل عنا لكيني عنا ذي مركو قال لك جوجل مال هذه مسجد كان كوين أيا لو جوجل صار لو جوجل إلى قف وكون درع واحد ماشي له عنا ذي يوحنا تمان كرنا تابني مركي عنا ذي كبر إحنا حق عن فرح لكم مغناه وحاسو يستاجي قلي بنغلاديشكي عنا ذي كيني أيا سو يستاجي كدي منو حال لكيني بعيال كان وسخد الوشبه واحد لقيه لا عبتان ولا فروت ولا محوها هيلب أو نوع والبلا كل حال وش بيمشي يلا لا 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 كديم نقشقوك على قدري هبين كسرنتي حنونك إقبتي محي لي قف كان هدوء هان لها قف إسك عادية وحن سمي والظلم يحران عذو لو دعي مكت هي إسراف ضد مسلمين قا باهي وبايا هدية ضد عادية هان لهاين وضد كي النجا معلمين تنوها ومحوها ما أنت ومدي أي كرو إيجيسي وحات رنتي ولي بضموا مركب دقنك لكن حميدة صناعة صرنتي إن لقيت حدير وآد مهم أروسية ذو كله لذلك هذا سعودي ويكبر أروجين وحيس ميان وحيس ميان قولي لي رهذا وحيدها هن حيوبحيان حفظ النعمة حفظ النعمة نعمة يوبحيان وشركة قولي هي هذا السميسي مركب تلفونه ميل باي كوقيبيان بوراي دكسدين أروس كست أودع مركب ما دام إسراف كي يسونيهن وحيلي نصور قليه بابوري سميستين وحربي سميستين تلاجدة أيدي أرسدين كدبنا أروسكي مركو رمادو مركب والله وعي ويتاغين إيجي يا مركا هيلبكي ميل باي كوري ديان بريسك ميل باي كوري ديان فروتكي قدارت ميل باي كوري ديان عبتانكي وهكذا كله ويقاضي يا مركا كدبنا ويكالها باينا يان
dib bay u habaynayaan habeenka wixii gaarsiin karo masakiin ay gaarsiin karaan oo ay gaarsiinayaan wixii kan iyagu habaysan oo muxuu aha la talaajay oo la hagaajiyo la kulli ay kadibna masakiin ay ogsoon yahay u qaybinayaan marka runtii arrimaha iyaga waa in laga baraarugo culimada iyo akhyaarta ay arinta ay ka war hayaan cunadan lagu ciyaara arurtu aad aragteen cunna la soo dhigaya marka la soo dhiga inta la daadina oo dhulka taalo iyo inta muxuu aha saxanka ku hareysa iyo inta la cuna inay isla kaan laga yaaba marka ilma xataa mararka qaar hadii la kari waa in mid walba saxan loogu rido la yiraahdo saxankaaga bariis xabad bariis oo ka dhacday masuulka ah iyo sal la yeelaba dee in qorshe loo degsaday muhiim ah ikhwaani arinta ay la fudaysan wa hadiga nabiga kana alayhi salaam yaan lagu ciyaarin anagana aan noqono ummada difaaca aan noqono insha Allah ta'ala naam ha dul kimiya moogi waxyaabaha runtii imtixaanka ay ka mid tahay haqiiqatan laakiin suudaan aan ka noqono wadaadkina wacdinaa galabta jazaakallahu khayran doktor shubeecan shubeecan ha qoliyahaas waxaa lii sheegay suudaanta waxa ma isku dhibaanba waana arkayba hadda tusaale ahaan biyahan haafka kor u qaad waxyar sawaqad biyaha haafka yaa diyaar inuu cabad inteen wadaadkan cabe nin walba wuxuu leeyahay hergab igu ridi saasoo dhihi sooma waa dhaqanka soomaaliyeed hadda oo caadiga dhaqankaas oo hadda cusub waa kii hor maaha kii hor dhakalka iyo muxuu ahaa biyaha halwaal madoonka wama ila dalika waxaa weeyaan dadka waa wadaagi jireen sooma maba loo baahneynba laakiin hadda dhaqanka beledka reer magaalnimada aan qaadanay maanta biyahaas lagama yaabo wadaag nafta dii ay kaa baxaysa afka masaariist suudaanta waxaa weeyaan wax alla wixii muxuu ahay biyo oo meel isha lagu arka haddii biyahan qofku iska qaadana iska cabaya bismillah intuu dhahaw iska cabi dan kama lahan masaajidka waxaa yeelan masaajidaha sacuudigana qaarkood waa yeelaan talaajooyin oo biyo ay ku jiraan oo laga cabi talaagadahaas marka hal koob ayaa dul saaran kana koobaa dul saaran kaasaa lagu cabi dan kama lahan abadan cudurna waa caafimaadka qaban kaa arag tawakalkii aad weyn intaa waxaa kasii daran oo la yaab leh markii ay qadaynayaan rootiga iyo khubziga ballaaran inta laga laabanta miyaa taqaanaan carada liga carada dhulka dhulka la dhigi maqaaxada marka la imaado oo ay u fariistaan miisaska aad sheegayso rootiga caadiga loo keena soo in saxan loo saaro maaha maya maba suuragal maaha si uu soo wado qofkii muxuu ahaa kabaryariga ama weytaa toos muxuu ahay wuxuu ku dul daadina saasi ku dhowan waxaa laygu sheegay soomaalida meelo ka mid ah oo hilibka geela muxuu maqaaxada lagu cuna aa laygu sheegay iyagana oo muxuu ahaa miiska caadiga ayaa laf intaa laga soo saariyo bab iyo tooridin baa lagu soo dhigi saasaa laygu sheegay marka alcumuum kolley taayada waxay u baahan tahay in dib loo noqdo sheekh taayada tu hadda aan ka jawaabi karna maahan waxay ku xirantahay qofka tawakalkiisa iyo midi kale lay kaa dhicin ku dadaalba si aad muxuu ahaa baabka ugu baxdaba baabun ma yaquulu mucuufu muxuu dhihi idaa faraqa hadduu ka baxa min tacaamihi cunnadiisa hadduu ka baxa weeyaan xadiid 118aad عن أبي أمامة وحال قولي أن النبي نبي صلى الله عليه وسلم كان نبي نحوها إذا فرغ مركو كبحة من طعامه عن الذي قال وحوله جل الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا ساس النبي جل عليه السلام الحمد مهد لله لوين أسقناتي كثيرا إن أدو بضن طيبا وناك بضن مباركا بركيزا لا بركي فيه قديهيز غير مكفي مد محوها لكافين كرو lagana kaaftoomi kara midaan ahayn weeyaan walaa muwaddacin mid laga tegi karo laga maarmi kara muxuu ahaa muwaddaci mid laga tegi karana midaan ahayn weeyaan walaa mustaqnan canhu mid laga maarmi kara xaggiisa midaan ahayn weeyaan rabbunaa rabbiganaga marka qofka haduu yiraa alxamdu lilaahi kahiira tayiban mubaarakan fiih gayra makfiyin walaa muwaddacin walaa mustaqnan canhu rabbuna qofka intaas haduu yidhaahdo خير وين أو وين محمد لك كل ماي حديثك صوص هذا بالأركة أو عجائب تبى درسنا حديثكم بقولته من السجالات عن أنس مالك وحلا ورضي الله تعالى ورضا قالوا في أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اللوين سبحانه وتعالى لا يرضى وكره النقض على العبد أدونك أن يأكل إنو عنا الأكلة عنت إنو عنا فيحمده فيحمده وألكم هذه عليها عنضص أدعنا يألكم هذه يا دلاه أدونك كره النقض أو يشرب أما أوعب الشربة عبيتان أو فيحمده وكما هذه عليها دشيدة أي الله سبحانه وتعالى دونك قرآن النغضة عنظا إلهي أتكسي سبحانه وتعالى قضادي قرع عشادي عبيتان كبيه أي العبيسة كدمنا قلبك أي عربك أسكد ريساء
الحمد لله أي الله إلهي بقى سبحانه وتعالى كاجرها للنقاي مرك أروح أسلي ذي قف جنة وينا أم بحوها مية ما بلوايا وتذكرن أي جنة كذا حروضان وأروح في عنام بدن بالأركة يعني إلهي بقى بكرها للنقاي قفكي وحاد وينه مرك إن قفك دائما وأبدا نعمة وحسوسنا هذا مهمه وحاك رأي نبر رجل إخواني مدن قفك هل بوله إن لجوي أما ميل أكيب سنة إن محوها اللي قدعة وحكدر أو كوين إن قفك اللقبة تيمو نعمة سهلهان هاد نرق روح سنة وذا نظيفة الحمد لله رب العالمين شيء عادي وواحد أتكوي ملهن خميس كي جويان أما مدى يدويان وكبه يعني ساس شيء عادية ساعد يد وهكذا إن النعمة شيء عادي يكون قط عنا أصناف هذا عنا يسأكل دونه معان بدن واسك عادي قف كمرك هاد لقب سجاس النعمة ناس وحي كدر أنت هاي إن قف كنسر كده حقيقة أرنتي إذا قاد إخواني محي لي وحكازولي إن النعمة ناس وما بكم من نعمة وما بكم من نعمة فمن الله نعمك كستا أود أذنك هايزتان من الله هدي مركا أي نعمة ذي إيمون عمكي أي كالفرتان وأذيك أدو فهمت بابك إنما أوتيتو على علم عندي كان نغط مركا زوما مركا إخواني أرينت أيضا قف كدركا نعوذا إلهي أن نقوم هذين سبحانه وتعالى عنظا معانك بدن عن إلهي قوم هذين سبحانه وتعالى جذين كان لمرنا أوفرا أونا حرمينين أود إلهي نقحر سبحانه وتعالى إلهي قوم هذين هدي حتى اللقاحر كبر إمساق فوات كانسر أدونتا كبر حرت صلى الله السلام العافية وقال قوي أي عنادي هرت إنه من ركسينا يا قفكي ده صاحب بدن إله سبحانه وتعالى نحريسته ورنت رقالة بدن هايستي أيه عنادي ذو جودة أي الله كير مركز ولا جوري ساسكيل عنادي نبى حسنا صاحبك أنها إله سبحانه وتعالى جناه سيو وهذا خير بدن خيرا كنتم ميني عنادي يا لكيني مشاريع دي مرة حسنا مشاريع الله كيني مركز مشاريع دي ما عبي كر ما لقي كر مشاريع شربدوا شربدي مركز سوحي جوري جدوي تلا إسكتلا يعني رنتي ولا جي مهل مام كلمة داس shurbadi guriga laga soo bixiyo way taalaha iska taalo sidii uu ninku dhintay marka nicamtaas noocaas ixwaani fiillaah inaan aadi aad ilaahay ugu maadan subhanahu wa ta'ala cunadi helitaankeedii iyo cunadi inay meesha imareysay thumma sabila muhaaha saayigan waxan muhaaha socda oo dhibaatada lahayn meesha markay tagaan kadibna mashiintaan iyo warshadan ku jirto adiga aadan waxba kala soconin kadibna inta la kala sifay qaybna jirka la galiyay qaybna wasaqdina bananaanka loo soo tuura waxa soo dhan oo adiga aadan haba yara dakhli ku lahayn نعم ذا إلهينا رجوم هذا سبحانه وتعالى والنعمة لقب التيمين أرنت أيضا آدي أيضا ود ذلنا جزاكم الله خيرا حديثكم بقول اليوم باب الضيف مرتدى إذا تبعه غيره قف مرتدى أدو يرتي هدي أد مرك قف كلا أما كوي ماذي أد محوان قف كلا صرع بالكورمة كلمة ضيف كا شيخ تجوز بو وشيء جاي سيدي أنا ربي وسكو وافقني قف كمرتدى لقوم جعابي كلا شرعا ولماذا وحيلين قواعد بأود جين qof ba kasoo baxay sawti inta kugu imaaday inuu kusoo baqdo u yimid ma dayf ba dayf dhan waa ka yahay dhan marti waa ka yahay laakiin asal ahaan xuquuqda dayfka waa ahayd in muxuu aha saddex dimaal mad malahan laakiin qofka dayfka ah waxa weeyaan oo martida ah waa in horta meel meel leer ka imaado kow oo magaalada magaalada inaad ka imaado tan labaadna haye talabatay khiyarti wa hore u soo marnay inuu ku soo qasto tusid had ma jirtay tusid had ma hustan tayib marka labadaas as shardi waa asaas shardi koobad qofku waa inuu magaalo kale ka imaado meel kale ka imaado tan labaadna waa inuu qof adiga ku soo qasto ku yimid noqdo laakiin qof magaalada ka socdo oo maxuu aha adiga aan ku qasdin inta is aragtay jidku aragtan kadibna uu ku yara wariyaha xaq dayfan ka rabaa maxad maxuu aad isiin weeyd ordumada am kulasi manahay maxad guriga uu iimaan weeyso qasdi weeyd waa baab kala tamoqt laakiin la shakka karamka iyo qiimaha qofka zaairka oo soo qof soo ziyarto iyada oo waajib ay kugu ahayn in aad xaq dayf aad siisa oo xanaag badan weeyaan hadithkan boqol tan kun boqol iyo labaatanad an abi mas'ud waxa la wari qaaluhu abi mas'ud jaa rajul bawi ayimid oo meel ansaar iyo ansaareed kamida yukna lagu kuniyay kuniyadiisa ay tahay aba shuayb ayaa la yiraahdaa ninka aba shuayb ayaa la yiraahdaa wiilkiisa ayaa shuayb leh jirmala faqala wuxuu ku yili gulaamin anuk oo lahu isaga usugnaaday ila gulaamin adoon dhaafoon mise anuk labadaba la aad gulaam hadii aad adoonka dhigtana dhimalahan hadii aad anuk dhigtana dhimala laakiin qaaliban adoonku xaqiisina yahay filaya faqala wuxuu yili gulaamin adoon oo lahu isaga usugnaaday qassabin kan wala ari ah
كوان لو ويان لكن هيلب كوانا محوي هاي وهيلب أري هيلب جيل ما هن هيلب لعنة ما هن هيلب دجاجنا ما هن وكوان لا أري محوها كجنا عصب كوان سيس كوي ال يحلمت كوكلوي إنك استوى يقلب تقول جيلنا أيضا طيب لغلام أدون الله يسقى سنا قصاب له يسقى أوليه قصاب أو حويا كوان لا أريه اجعل وحتكوير اجعل يلي أنا طعاما عنا أو إسمي يكفي كفلا خمسة شنقف كفلا عنا شنقف كفلا قضي دياري ويا فإني أنا أريد وحندون أنا دعوة أنا ويا النبي النبي صلى الله عليه وسلم خامسة خمسة شن مد شنا مد شنا يسقى ويا النبي أفر كلاي النبي جن شن تقفان ويا رباي قد محوا قد شنقف كفلا دياري ويا فإني أنا قد عرفت وحنك قرت أنك أو قاضي في وجه النبي وجهي الجوع باهي النبي قاد ويا ليدن أيان إيش يسك قرت فدعاهم كدمنا وياري نبيك أنك وياري فجاء ويمد معهم فدعا وياري هم أجيغا يادوياري نبيك يأفرت النوكر أيونك وياري فجاء وحايمد معهم شنتي قف معوذ الرجل نبا صوت بارقتي فقال النبي حير صلى الله عليه وسلم مركي قريق لاتقي إن هذا كان قد تبعنا ونصوت بارقتي ونصوت بارقتي ونصوت رأي فإن شئت هذه أدونتا أن تأذن له إن أدو إذن تأذن له وذاكو فأذن له إذن وإن شئت هذه أدونتا أن يرجع إنه النقضنا رجعوا الله بنايا فقال وحير إنك لا مايا بل أذنت له إن أنويد من إسكتها في وأنويد مي نبي الله بلا بل قد أذنت له وأنويد مي وأنويد مي أيون إنك رويا مركا قف كهدي ضد مال لغيره مرت لو محوها ويرتان أولي قالني والله مرت قادي كدبنا لا يرى هذا أذيك إلا بكرة إماده أما أذيك إمو قف صاحب كذا صرع محو سمعنا يا إسكتها فريسة ما يصح ما هن وين أتقفك الله سيعز وجهك وريه نيمك قفك لأن صوت طيب الله بعنا أمس دحنا الله صار يا شيخ ما يلوم فضحينا النبي قبل ما صار فضحي عليه السلام ما فضحي لكن وحجدينا يا وحجدينا يا شرعي النبي قال عليه السلام دكتور نيمك وش يقول لها وقول لها نيمك أنا الله صار ده حد يلي وقول لها حون كان لما قاعدين لكن وحن النبي إن بدنا كميت حوصة ما ينا عليه السلام للتشريع إلا جدي وحاول يعني نكان حقكم على عنادس عنادس هذا ما يشل لك يعني حقكم على هذا نكان عشان تصقف يقول ترجله هدي مرك قف كان لحد ماشي وصاق له قف وحنقني حران عني وحلو ترجله وصل لين عني ونقني مرك ماشي عصو النبي وحجدينا يا إن تنكوبات ورت نكان إسقى إن حق إنه صوت بريك توكو وحق يسمع مال الجايرين إن محمد طفيل لغة سحمه ووح يقول لي دن أدو لي دموع نكوا تأديب طلبات إن أيوب بنانين حوله أذي أذن لهين أنا لقيت من هذا عنني ولا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل ثم تنسى الدحات يا نين كان كرم كأي وناقو سمينا أينا وحفي عنه أدو وناق بدن أي تهاي ويري بل قد أذنت له أذنت له إنه يري هذا مركا أنت صحوقنا ماشي عن كفا إذا مكت لكن دونا بس كام مسلا ترتيب بس قل لها ويل كماشي قل لها أما مركا ربو لي لها وريها أسكن نقو مركا وحبا ذنبا ماشي نسيق لها يلا قيابا نعم باب لا يعيب قفكم عيب يطعاما عنا عنا ذا إن عيب تذل الشيء سحما أهن كون حديثكم بقول لباتني كوبات عن أبي هريرة وحال أوري قالوا حير أبي هريرة ما عاب النبي نبي معيب إن طعاما عنا قط ولقي إن اشتهوا هدو نبي عنا ذا جعل هذا أكله عني جري وإن كره هدو نعان التركه نبي وإسكيتك جري عنا ذا مركا دي أيكو عجبيس عن أدي كان فراك لبح لكن هر كاقنا أتشيك ذاتر عنا ذا حقوق عصبادها كوب بدن إيو ساس إيا عيبين مياه عنا ذا محضوق بدسين أتر هذا إيو حالي باتمالها نمينا لكن النبي قال عليه السلام حواها المثل الأعلى ماشي وصل الرئيس أيو النبي قالها مركا وفي رواية لمسلم وإلا ما يشتهي هدوس النبي قال جعلني سكت وإسكام السجري باب طعام مع واحد هل كقف النذيسة يكفي واحد كفلت على اثنين لبقوا في كفلان تاي حديثكم بقول إيوه لباتين لبات عن جاب بن عبد الله وحلق وري وحيابها دعاء وخطرت إخواني وحكمده مركا غار إنك صاد ودن كان يكون بنين عربها تكو أركيزة إن بدن قف كليس ومقايد قليا مركو مقايد كليس قلا وحوله الله يسيء كان ومحوه فول بريس كان وباباي كان وعبيتان كان وموصر أول حبا كان ومحوه خضار كلا كان وحيو بوحينا مركو كدبنا محوه كعوني كلا ساس وطاباني ساس مركو وطابتا وليبا عربتا وحكا عن لمارك آد بي عن تيارين وحاسلا ذاهي مركا عنا ذا ماشي سوالي قنان كوان ما أبار إباهية نفتك قداكو قلي مركي أي عنا عنا أنه حاويان لبجي رساليه أدونكو حالا يا بيسوا وحانا أذنك معاذنك بلادي مكون على المعايد مركا
دقن كا دقن في عن مارنتي مركو ساس وطابتا عندي وسيدة ذي أيو سكيرت تجي قفكي كديمنا واتق أنا قليها مقايدها جوجا محل صمينا يا مركب على قاضي يا قشن قبك على وشبي دتك بقايدها لا أنا يجرا وحوي إن إلهك بقى سبحانه وتعالى وما دام يمشي جوجان مساكين بدنا إنه ليهن عندنا أيضا الله دياريو وحويان مركي شغالها لو تربية ما له ديارية نظيفة بريسك إيه وحيلا كلا سارة لها جاجيو اللي نضد بدنا عندنا سو تابتو سكتك وح معروفة مقاهنا هاد الجودة هدية تكتو عد عندنا دي أوي يرت دمائنا يسوى كو إلا بيسدح ويان اللي وحلو يرنا وقفك مركو رب تنجيز كوين وهدية سايلي ما تكون مدو سوى ذات تيزيد عبد الله بن عمر وكله كون بنانك جو محوها هو شاذة محوها يها بيسنجرة ما تقولي أن الدعاء كدرك تيجري طيب عندنا هاي هاي سنة باب طعام الواحد قفك كلي عنديس طعام الواحد قفك كلي قفك هلك عنديس يكفي الاثنين لا يكفي الانتهى حديثكم بقول لباتين لبات عن جابر بن عبد الله وحلوري رضي الله تعالى عنه قال حديث جابر سمعت رسول الله رسول الله كما صلى الله عليه وسلم طعام الواحد قفك كلي عنديس قفك كلي كليس عنديس يكفي الاثنين لا يكفي الانتهى وطعام الاثنين لا بد عنضضنا يكفي الأربعة أفر يكفي الانتين وطعام الأربعة أفر عنضضنا يكفي الثمانية سدد يكفي الانتين ويان عن هل كقفت مع كفي الانتين سؤالها نسيد عادية ما كان لك هذا أنك هذا لا هاف هي كوتا هي فول أنك هذا لا ما كان لك سوى هذا كذا قفك مع كفي الانتين ما يسدد بدن كأسكم من ما هرنت أركوا كردوين هاف فريسة قفك في الصباح هاف كيساجا مركا الله بين لقوا ذا عادي وإناف كفلا لكن هاف يأكل دوان مكت مقا هذا قار هاف كوضا وحاو كوتا دو دي أيا مقا هذا قار هاف كوضا كبضا وضا ركتنا مفيلا أيا وكل دوين مقا هذي أيا كل دوين مركع العموم هاف كان كسو غادنا هاف كاس حلقف وكفلا نيه سوما مركع اللواء اللقوة داقة مركع دب ملاحن تا اللواء دا عنا دو دانا مع كفل اللواء دي فولوا وحامينا تركوتا دا بيلا سا تركوت تاجر وحكوفي لأي هاي أفر اللي موقتة سيدة بريس كريك لما كان هاي قلب كان على صعود موقتة انت بدر مركة سيدة وكلاء أفرنا ما حكوفي لأي أفر قف فوليو فوليو إيه كوتير ملاحظ سومان فولي كوتير أز مركة أيضا حكوفي لأي سيدة قف مركة باب كاس إن محوها بل أنت جابينا نسكو دينا إنك استودى قفها دي أي مرتي أي كولجرت إيه باب كاس إن لو عيريري بابك كم جرت لكن مركو صعبت هذا يرجعون آتيه ما باب كرتاس نعم باب نعم باب نعمل أدمو أما أدمو سوقة وحوناك بدن الخلو خلك خلك وحويان متى قنا خلك ما لا قنا وما هذا أفسو ماليها وعادي سما خلك مسوا حبا حقه وفنا نقول ميجر خلك خلك وحويان أدي أنا نقول وحقدار الله ججري سالهان كاروتكي أما بمحوها جزركي أيوة كاروت هذه هي محوها وحلا جري وكلت سالهان قجركي وأنا إيمان إن شاء الله ترى خياركي على ججري وحيابنا عسى على ججري كدمنا هي اللي أنتي وحلمي على ججري مرك على ججرة كدمنا وبيا الغش بي ولا تيجي إلى أي جوحك سكوت لنا نذان وحبل ود الدري طبعا مرك هو وحي دنانا اللي انت لدن كهذا اي وحو دوله تقريبا مرك عنده ايا لو خفديا او تقريبا خلك اسغا واحد سوغان وسميسن ماهن ادي وحو يردنان ويان وحو بير دنان وح كلامه مرك هذا الكاس نبي كان وشيق عليه السلام ادير نعم الادم الخل ايا مرك وباب كان وبابي ويان خلكاس ايا مخو سوغا او وناك بدن حديثكم بقوليو 320 عن جابر بن عبد الله وحلوري أن النبي نبينا صلى الله عليه وسلم سأل وحوي دي أهل ورير كيسة يحاسس كيسة الأدم أدم سوق إن يتعلن كله اللي روتي وحما مشي ملا هي اللي فقالوا وحير هذين ما عندنا إلا خلون خلون بان هنا وحكرون قانقوا هنا لما أركوا وحول بقولي جم حوا على جوا فدعوا وحنا بيقول يرتمرك إن لوكنا به سجى فجعلوا وحوجود قال يأكل إنه به سجى وقعنا روتي وحوقعنا ويقولوا إيه هذا نعم الأدم سوقة وحاقو محوها وناك بدن الخلو نعم الأدم الخلو إنو يرى هذا محايت هاي وحي الله هايست الجود بالموجود وحي يلوم بموقت وناك بدن وحاذا هاي محذوق حقل تاقي انت سكوغنا عمرك
قناعة صي مركا والنبي جينا كورما صلى الله عليه وآله وسلم. باب الرطب بالغثاء. باب الرطب تمرت هذا قيّن بالغثاء قجرك أما بخيارك اللقونة أي باب كانوا بابي وين قجرك واتق أنا خيارك هل كان يروم حواها عندنا سلر كمركلا سمينا أما كجمال وحوي قنن لا جرجرة أو محوها ساسو يردوبهم يا قجر وقجر 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 وبعرت وهذا ما يسأ دبا وبعرت كان قجر وين نعم. حديثكم بقوليو أفر إلى باتنات عن عبد الله بن جعفر وحلوري بن أبي طالب عن عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب وحلوري قالوا حيري عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال النبي قال وحيري رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيري رأيت النبي النبي عنك صلى الله عليه وسلم يأكل إسقعنا الرطب تمرت هذا قيا بالقثاء غجرك أما خيارك إسقع كعنا أيانا كويا أيان النبي عنك عليه السلام تمرت ويكلش موقت كليلة كجربا أد خيارك هو مادة أد قبو مركو إسقبو جنيا جرك مرك الله بذا لأنه أباهني هذه تمرك اللي يقف كوعنا وحرق يبينه أد كلها ورنتي وليبا جاسك حيابز ذلك قبينا أيدي بتعلق يابا مرك خيارك هو مادة أد قبو بن وحقبو جس مرك الله بذا صلى بيجان إسقعوني عليه الصلاة والسلام الله بذا صلى بيجان إسقعوني عليه السلام باب العجوة تمرت عن كهذا ينقيا وتمرت جيت كلا جس وجري رطبك وصل صوت جري ولي أنا محاول لقلة جن هذا ترى أنا جودن كين تعلق ودمه هذا قلة أنت رطب ولا جميعا لكن مرك هذا قد حرامين كتكتوك كلا وأدر كيسة وقت هذا فرق إيه والله لا أيضا أنت لسوق قاضي كدي من يا قرض مرة سلوع من الشخص غجر وها تقريبا محاول يعني متكر عادي وهذا أن جرجران يا اصلا تدا لو درها عادي وحوي وبال يرد ومنه فاي كو يبيان ميلان قبدها انه مخوها قضاتي بي كله ويقدان ويقدان اني ماشانكم اني انه يلما با اسلامه بهل ادو وين اسوغه انت لاغو يلا ادو يلا. باب العجوه تمرت عجوه اللي يرهدو ايوا التمر اي تمرت عادي ايو باب كانوا باب هي حديثكم بقول لي شاني لباتنات عن سعد بن وقاص وحلوي رضي الله تعالى عنهما قال عن سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه قال وحي سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح قفك كو قرعده او كو ابريستو اما كو افرته كل يوم ما ان الاركم تصبح كو قرعده اسكدا او اسكو واخو كلا عنين كل يوم ما ان الارك سبع تمرات تضبط تمرود عجوه عجوه من تصبح قفك قرعده كل يوم ما ان الارك سبع تمرات تضبط تمر وعجوة عجوة تمرت عجوة اللي يراه وياني لم يضره وحكم دبة في ذلك اليوم ما ننت أيضا سم سن وحكم دبت سن تمركة عادية هو لعبة كلمة هن وحويا سنت بهالله يا محوها مصاصك يحلمتك ويان تاوى سوقلي ولا سحر سحر وحكم دبة ويان مركة تضوضها صباح دي إنا تكو قرعته هذا يوفي عنتي وذات المقبل اللي هذا وحجر جنك يا سحرك يا بلدس اي وحك مشعوذين تي لا دغالم هذه هذا قشان يوتوبيا دات كيري كرتان مركا مرو سيمينار نو قبتي رياض نو قبتي يسو حدركيسا قوليا سحراء هو هندي ميلها انت اوتغ نيمبا ساحر هلكان اوتاغن يحي كديمنا و خولاي توري هلو دفتو توري توري ايو مخوها ورن ايو بانغد ايو وح الا وخي اد هايس او دفولاي كديمنا واد كولس اوردي 20 قفا كولس اوردي نيم ولب مركه مخو اهاي تقريبا او كوسو دو ياهي اي و خ بلابيا انو مخو اها دولبا سيدي سبا ولا فينتنا هلكا اس لاغو توري قفكي 10 قفسه او سو دداينا او سو اورداينا ان كاغو دفلا او لهايت نيم ولب لاغو توريا مخو اها ادي اون مخو اها وحيابهان بوبوبا او مرو حد لو شيدو كلف وكلف فينتا وكلا توربيا كديبنا الشيخ مقبل كامشتري و خونا توسي كليب كسغا ماشو نو شيد او تغي كديبنا سو السعودي وحيري منين كان إذن دبها أو توري كده فين لادين أنا علي داير توري بار وحير قل إدي بقول مركز على لودي بحال أو جرون وين تلاك أي لودي توري بوك تني كده ليسا بسم الله أنتو يري كو أخري سادو السعودي هلك بسطك قبل الله بس مركز
waxaan kala jeeda ninka la yiraahdo sheekh waxaan kala jeeda mas'alada marka ku saabsan mas'alada ku saabsan sixirka waa muntashir aad buu u badan oo aad muxuu aha aad buu u faafaa waliba bariyahan dambe heer xataa loo furta kanaalo ayaa loo furtay oo diishisha loo furtayo sida muxuu aha qanawaadkan caadiga aljaziiro kale kuwa noocaas oo sixirka iyo baladaas ka shaqeeyaaba hadda la furay oo ummada ku taxan yihiin websaybi ayaa noocaas ayaa dhowa marka alcumuum qofka marka maadaama baladaas ay dhowan tahay inuu timirtaas ku quracda oo waxaad wanaag badan sheekhaas marka wuxuu nagu yiri maxaa shaahidka wayaane wuxuu yiri xataa aniga haddii aan waayo cajwada u yiri weligey sanawaad aad u badan u sheegay todoba quraacdaydu waxa waraysu yiri todobadaas todobadaas aan ku quracdaa adkaartan oo akhristaa wax aan ka baqa wuxuu yiri badda suxarada ayaan shuluq isku siiya markaasaan dhammaan kala tuuraa dhammaantood marka timirta wax cajiib wa cajwada waana dhoomanta meelaha lagu diibiya halkan waa yar qaali laakiin way taalla noocaan cajwada iyo nooc yaryar oo madow iyo amaba yar dheer oo madow madowga ay u badan tahay timir kastoo madowna cajwo maaha saa ula socda yaan lainku qaldin ayib xadiidka 1026 عن جابر عن انس وعلي رضي الله تعالى عن عائشه وعلى وري رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي نبينا صلى الله عليه وسلم قال نبينا وحي يري لا يجوع ما بهدان اهل بيت قري اهل كيس عندهم اكثر ايات التمر تمر ما هو اسك ديار بركا مخو اي كو يرت استاغت باشا لبدا حبه مسدا حبه بعد دلق كسين كوبيا كرفاني خلاص علوشي ما شاء الله باب الدباء واكن مرك بعورتي بعورتي ما تقنا ragamoodi yaqaan bucurti beerley lama badne baa bucurka ha bucurta ama bucurku waxa tiraahdaa baabu dubaa bucurka ama bucurta ayuu baabkan u baabiyay xadiid 1027 anas ibn malik waxa uu radiyallahu ta'ala anhu qaal wuxuu anas in khayyatan mid dartalaa daa wuxuu yeeray rasuul nabiga uu yeeray sallallahu alayhi wasallam nin sharqaalna wayan harqaalna ayaa nabigu yeeray sallallahu alayhi wasallam ama dawarla waxa tiraahdaa in khayyatan harqaalna ama dawarla ama ba nin dartalaa ايا دعا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم تعامل عنا ويري صنعه النبي او سميه نينكاس نينكاس النبي عنا او سميه صلى الله عليه وسلم قال انس بن حجير ابن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه فذهبت الى خادمك النبي عليه الصلاه والسلام فذهبت وان لا تغي مع رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك الطعام عنا سنا كقيب قال او وليمدس ان مخوها كسو قيب قاطه ايا النبي راعي فقرب وحو سو دوي نينك الى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا كبس هي مخوها روتي iyo maraq maraq ayuu nabigu soo dhaweeyay sallallahu alayhi wasallam fihi maraqas waxa gudihiisa ku sugnaa ku dhax jiray dubaa'un bu'ur bu'ur la jiray wa maraq ugu fiican maraq aad u fiican laga sameeyay iyo qadidun dareerin qadid kuma taqaan dareerin kuma taqaan ha hilibka muxuu aha oodka amaan ha ha marka saasa muxuu aha loo dhudhuubi falahan oo kale la dhubaya kadibna wala qallajini ha mararka qaarna inta cusbay la mariyo isagoo qalal ayaa marka safarka la iska cunaaba karin uma baahna hata dadka safarta mararka wala iska cunaan laakiin asal ahaan dareerinkaas marka hilibkaas dareerinka ah iyo oo karsan iyo waxa weeyaan qarahas ayaa marka hilib ku dhamxo ah afwan bucurta bucurkaas ayaa hilibka ku dhax sugnaa ayaa ku dhax sugnaa maraqa faraaytu nabiga nabiga sallallahu alayhi wasallam yatatabbu isagoo marka raaraa addubaa bucurti nabiga oo saaraca oo gacantiisa kula waa xadiidka aan ka warramayne min hawali alqas'ati hirada dinaayeeda ka raaraca oo ka soo qaada saasa ula ayaan arkay wayan oo muxuu aha qari bucurti aad u raadina ama cuna wayan qaal wuxuu yiri falam azal kama anzul anas baadihi uhibbu inaan jeclahay addubaa muxuu bucurta ama bucurka min yawmi idin maalinta ayda laga bilaaba inaan bucurti ama bucurki aan jeclahay oo muxuu aad u cuna kama zulin wayan maadaama nabiga uu jeclaa alayhi salaam marka meeshan waxa ku baxday mas'alada ahayd hadii cunada ay kala duwan tahay in meeshan alaak fadhiyo bariiska aad muxuu ku dhimato kaliga taas meesha ka baxday wayan baabu thawm wal basal toonta iyo basasha ayuu baabkan u baabiyay hayi undur 300 iyo hadii hal labowdo marka 300 iyo xadiidki hal leegu yiri 300 iyo 380 xadiidka ah tarasfa ayaa la isku dhuftaa waa li sarxi ilay 300 iyo هي 380 حديث 380 وحويا النبي قال وحول صلى الله عليه واله وسلم حولي هي من اكل قفك عنا ثوما تون عنا او بصل اما بصل عنا فليعتزلها النقف وقاده النقف ديراده او قالوا حين فلا تعزل مسجدنا مسجدنا كفوقاده وليقعد في بيتي قولي سفريستو
وأكسو هذا الحديث كان غلطك سيجار كعبة أيه كورم يا أدي تون أو حلال على ديدي قف سيجار صعب كورم نعم وحاك رضيك تأو إمام كليه حفظه الله حديثكم كن يوم ليه بقولي صدني كوب هذا ما فوق كان من كان وحين كجر بيد هذا كن ليه بقول صدني كوب النبي كان اسلام وحعدينا صلى الله عليه وسلم حديثك إسقى ها حديثك أسقى وحعدينا النبي كان صلى الله عليه وسلم نبى مرك النبي كان وحوس مي عنا فصنع له طعاما فيه ثوم عنا أي طن كجت يوس مي مركزا النبي كان موسى تابنين عنا أيد موسى عنين أبي موسى أبي أيوب الأنصاري ويان عنا طن كجت أيو النبي يوس مي هران وحيان جرت مرك عنا أنتو النبي عنا سمي والنبي عنا صاعنا مركزا عنا ذي وحكة صهر وحدي جري النبي جعنتي زماشي أي فو شيء أنت عنا ذات كجعنا كتابتي التوصية كدبنا ماشي أيو مركا أسوق بركيسان النبي صلى الله عليه وسلم أيو ماشي كعون جري مركا دم عنا ذي أو حير ماشي النبي كعون يتوسى مركا سار النبي عفك موسى سارين محي يلي توم باكوجتي وليبا النبي جانا وحواده صلى الله عليه وسلم أنا وحنا الله فقا أن لا حلا عد أذن لهالينين وملائكتي وملك الجبريل ملائكتي ويان أيو النبي جانا الله الله عليه الصلاة والسلام كدبنا وحنا أن باب كاساس وكرة بعد مركا تونتي بساسة قفك هدي مربع أي نقطين وعنا فأميته ما طبخا إن لكريه أو محوها يذو باللبس لي أو أركي وحي كذا ما ذين إن لعنة أما هدي كلا محوها دوين وحباجرة يلين وحباقفك وسقاس وبابين كلا أما هو مركز أشياء أدوكت أو ترى هذا عدد أقلبته مركز كدرج إلى مركز فجر كذا مدة دير ومركز يكون بعضه أو وحي أتسكها جاجس أي لذا مركز على ما قفكين وحي لذا يستا وهذه حتى عاف ما ذهان يعنى هم بورها إن سلادي سي أي هذا أدس وافق صدق إسقى وطالع مركز سديلا إسقى وطالع سديلا وين باب الطرف باب الطرف باب طرف وطرف أو قبل إيه قيب أو من معيشته النبي قال نولشي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صحابي سأو نولاين النبي قال نصاد ونولاي صحابة ديسة قيب كمدة أي باب كانوا بابي ويان خاصة حق عنذي حق نولش نعس وانظر أي محمد حنكو جرنا ترحيلك وانظر وحد يكتحدث كنت ضوب قليل إيوه سداد إلى حذنات كنت ضوب قليل إيوه سداد إيه لحظنات لحظني سديت نينكي محوها ها وكان أسنى وحوها النبي كان سؤون الله عليه الصلاة والسلام وحولي نينك اللي راه ابن عمر عبد الله بن عمر النبي كان صلى الله عليه وسلم وحوي مد قريقة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سومنا قلين مركز علي باي مد أرنك أوشيكتي مركز النبي قد أرنت أوشيكي مركز وحوي قريقة هذا وحان كو أركي مركز وحان قريقة هذا إنان قال ودي دي قريقة هذا محوها ده آد لو قرحيو الله هربي أو موشعة أيان كو أركسي سانو قيل أيو نبي عليه السلام ساسو نبي قاني عليه السلام مركز وحكو قتمي مالي وللدنيا أنا أدون محانا قد حيو ساسو نبي قاني عدين نولي شيس نوع عصيه نبي قاني عليه الصلاة والسلام وحاك رأيك اكتنا يمامك لي حديثك كن يتضوب غليو تضباتني تضبا كن تضوب غليو تضباتني تضبا أدو مفهو حديثك وحوها النبي قاني صلى الله عليه وسلم قوشيس إفراش كيس وحوها كسم يسنا مجد حرق لمجدي أيو كسم يسنا جذهنا وحاك جبو حي أوصوف كذا ماشي أنا قاعد نججرة حشوه ليف الجذا أما وحس كشة أي جذها كججرتي وح الله يابله هذا يقاس وقران كرتان النبي جاء نسون ولا عليه الصلاة والسلام وحاك الإمام كلية وحاط يقدر حديث كنا فر بقوليه الله بي اللي إحنا نتجدار وصل نظا كنا فر بقوليه يلا بي اللي إحنا كنا فر بقوليه الله بي اللي إحنا أهي وحياة النبي كان يسحبي سيئون ولايين أيوه هل كان عدينا يا والنبي كان وحولي عليه الصلاة والسلام اللهم الله أرزق كو إرزاق آل محمد النبي محمد أهل كيسة قوتا قوتا وحونا نفط أي كعليا نفن جبال سوح اللي هجري كنوا لي ساسو النبي كان لها عليه الصلاة والسلام وحاك له اللي حادي اكتحديد كن لحب قول ليه إيوه تضوئي سكاشا كن لحب قول تضوئي سكاشا عاوه الله ورير هورت شيخة كن لي حبق ليه ما حدي حد حديث كان أنتم إمامك كيانا كديمنا أنظر رديه لها سيب ما رديه لنا لكن باب كده ما أنظر هذا جو بحي مارك سال سيل لوجته كلام أرك سيل لوجته كلام أركه حديثك كن لي حبق ليه إيه تضبيه سكاشا كن لي حبق تضبيه سكاشا وحديثك ها
النبي أنا صلى الله عليه وسلم مركو مجال هذا مدينة يميت مهاجرين تي أي واحد يسود وين رجى محوها رجى وحاسود وين أصدرتها كديمنا وحي لقى يبصدين حوله هي لقى يبصدين مركز النبي أنا صلى الله عليه وآله وسلم أي واحد عضي إن أم أنس أي النبي أنا أحد يسي النبي أنا يسيسي جيدا تمره يسيت جيدا دورة أو تمره جيت تمرد أي سيسي مركز النبي أنا صلى الله عليه وسلم وحسيسي أم أيمن أو إستجا سنو جيسي أيوم حوها النبي جنس عليه الصلاة والسلام أو مسامة بن زيد نهيد أيو النبي جنس عليه الصلاة والسلام أم أيمن أيوسي مولاتك عفوا مولاته يسقى حريويًا تيسون جسمها حليم سعدي أهيد تيسون جسي أم أيمن أو محوها يسقى حري أيو النبي جنس سيسي كدي من النبي جنس الله سان قال ده مركي خيبر لفري أيام حوها تمرت أيده هيد جذي وعولي أم سليم أيو علي كدي من النبي جنس الله عليه وآله وسلم أم سليم أم أيمن وحوسي بيرتي النبي كسو آدي قيب كميدة أيو النبي جانسي صلى الله عليه وسلم مالك حالة النبي جانسي كنو لانجري قيب كميدة وحديث قد ما يبابك كن تضابق ليو سدح كن تضابق ليو سدح كن تضابق ليو هي سدح حالة إيقاسنا حديث كان وحوها وحوها إن النبي جانا صلى الله عليه وسلم حديث مشهور كها إن النبي جانا صلى الله عليه وسلم هبينها بينهم كندو صباحي كدي من أبو بكر عمر وبنان كتاعن ولا كلمة وسعدا مع إنزازاره باهي جوع إلى أن كريان صلى الله تجا كدي من أواد وفرحة وحراء وجور ناف وجور عي تمر سيء بيه سيء كدي من أيد عضي من عمدا إن اللي ويد والنبي جوشة عليه السلام نعمدا ما أنت هذا الشين قريه هنا باهي كسر صرتي كدي من نعمدا ما أنت هذا الشين والذي ويدين دلوقتي النبي جانا ويرى صلى الله عليه وسلم هاي مرك حالة صنوع سيكون ولاين بابك كلام وصنع أنا محوي حديث ما عاول هين ونمرون ماشي أي لام وحدي بابه الألانية وبابك ويلش وحلوعنا بويلش وحلوعنا أي باب كان وبابي وحديث كم بقوليون صدني سدحات بشأن آنية أهل الكتاب أهل كتابك ويلش هذا سليلي صحابة ويدين نبي الله وحيد أنا وحن جونا ده أهل الكتاب محوها دول كذا جونا ويلش هذا مكوننا نبي وحيد هدي هذا وح كلا هيلين أو دوالش هذا ما ولك هذا نهلين حتى ما ينسان إسكبر قا كعونة هدي أذهل إنسانها كعونة أي نبي صلى الله عليه وسلم نعم وانظروا هذا يكتأولي هاي حديث ككون لواب قليه هي كنتن إلى بات جيران كانوا وين أذن نقوم فوق وحوي الحديث كاس وحديث كهابرام نعازب ووريي النبي جينا صلى الله عليه وسلم وحنا فري تضبه تضبه وأنا قريبه تضبه وأنا فري وحكمتها إن مرت قفك جيران لبوضة ee janaazada in maxuu aha la raaca qofkii hindisooda oo maxuu aha hindisho yiraahdo in la farax galiyo oo maxuu aha yarhaban kula la yiraahdo qofku yeeray in maxuu aha la ajiibo iyo in la faafiyo salaanta la faafiyo iyo qofka la dulmiyay oo laga gardaran yahay in loo maxuu aha gargaaro iyo qofka dhaarto kugu dhaarto oo ku yiraa wallahi saas wad iyeleysa in loo yeelo oo maxuu aha loo baarin fala waxyaabaha markii la suudiyo waxa kamid aha khaatimka dahabka ah kaatoonka dahabka ah iyo abitaanka oo lagu cabo weelash filada wax lagu cabo أما بق وحويان إيو در نوعية كمدة حديث كاسوي حديث كإشارة إمام كحفظه الله إيه حديث كنس الله بقوليه إيه سدح يكون تناط آت وما فوق كده جنيه كوحوها النبي إنه يرى عليه السلام قفكي ولاش في الضوء وحكو عبا وحو جروك جروك سيرة يا أود محوها وحكو علاش يزجلنا يا محوها نار تجهنم يو النبي جن عليه صلى الله عليه وسلم وحكى له لي إمام ك وحد إكت حديث ككون إيو بقول إيو سأفر إلى حدنات نعم كان أصل نجمة فوقه كم بقول يوم أفرج اللي إحنا نتها كاس أدب نقرؤيه وحديث كها إنه النبي صلى الله عليه وسلم بريدة ويا وريي نهيتكم حالين كرهبي عن النبيذ نبيذ كأيان كرهبي في السقاء سبر الرضا إن محوها قدار يبيه أنت أسكت درستان أتكو قبوا ستان وإذا ندي ذهران حلو بقاي إن المسكر خمر نقطة فش ربو عبا في الأسقية سبر الرضا وحكو عبا لما لا نهض كل هذا ما انتهت ولا تشرب مسكرا لكن محوها مسكر ومحوها مسك حد دورنا عبينا أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيب الفصل الثالث فصل كلابات الذبائح جورع يده إي والصيد أجرت أي باب كان محوها فصل كان فصل يويان باب الأمر فرض لي فرأي بابها محوها باب كان بإحسان الذبح جورع إن لو ناجيه إي والقتل ذلك إن لو ناجيه هديه حلا ديله أي مسيف عم حلا ديله إي هديه حلا جورعه ينسي في عمله قورعة يبابكن وبابي وين
نعم حديثكم بغلي سداد إلى باتنات عن شداد بن أوس وحال وريي رضي الله تعالى عنه وارضاه قال وحوري شداد ثنتان لبا حفظتهما وعن كحف ديي وعن كويليي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول كان وحيري إن الله لوين كتب وقري الإحسان سمفل على كل شيء شيء لكن لو ناجي أي ربي محوها فرضي لي فإذا قتلتهما دياد وحدي ليسان فوقف قصاص لقفوا لنا يوحي لمن أي نقطة فأحسنوا وناجي القتلة الدريتانك وناجيه وقفك سيفي عنها لودي لذلك مذهب إمام أحمد بن حنبل سيف وقورت كو لقاك سيئون بقفك الودي لكرا قصاص لقفوا فين كرا ساسي قبان ويان وإذا ذبحتم هدية قبر عدان لكن قفك أما حبتها الودي له أما بها الودي له محوها هالودي له سيف الودي له قفك دي بقصاص أي نقطة ومحوها أنت أي محكمة حكمت إن لقصاص أي رنت صوب هذا وإن سيفي عن لودي له ويان وقفك سيف عن لودي لين هدية حتى حيوان لدي لا تسالها مضرة لباح كوسة أرضي ومعامل لباح مع القبطي ولا دلاء يوح لمتك هدي أي نقطة حتى إنسي في عن لودلة أنا لسلعين قاعد مركجر لوك مركجر مركجر وحيوان وحيابها مثل هذا وحيوان تعذيب كون الله قلين وين النبي قال الشيخ صلى الله عليه وسلم ذاتك عذابان خلقي إله إلهي بعذاب الدون نارك عذاب الدون والنبي قال عليه صلى الله عليه وسلم وإذا ذبحت ما ديدوح قورع إيسانا فأحسنوا ونجي الذب 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 الذبحة أما الذبحة قورع ونجي وليحد حق فيه أو هصوفية أحدكم يتكين شفرته مديديس أما توريديس هصوفية وليريح أوراحي ذبيحته وقور عيسى أوراحي ويان وانظروا حديثك حديثكم بغليو ثقالي سودانات يحديثكم بغليو أفرتنات إيوما بعده كاسم ما دام حديثه آنه اللي أذين كراسدك أمرك وانظروا حديثك حديثكم بغليو كن يتضاو بغليو إيا سدحات إياك والحلوب ننكي محو هذا أن صومرنا يومركو النبي عليه الصلاة والسلام يا أبو بكر يا عمر ومرتقاد الربيع يومرك توريد اللبودي مركا سيروا حديث ليس حولها إرمان إسكا إلالي ننجد بيسانات وكوجي ذا لو بعيل كريه وحدي ليس حولها إرمانك كون هؤلاء وان يوحي كل صوج ورعويان باب الفرع فرع إيه والعتيرة عتيرة فرع إيه عتيرة محيين فرع وحويان حولها نافك أرجع أما نافك جيلة أما نافك لوضع عنق عرضك وهرية ومرك محورية وضلا أيه وحجاهلي سمين جرين ويجورع جرين أبا الجد أيه قال محوها ما دام عادلاهي أصنامتي وأبا الجد جرين صنمكي ما دام أدعانو جاس صنمكي السبب وينو يماذا صنم كاس أيه مركو حيسمين جرين أيه قد وين جرين يجورع جرين يكو كل ويدين جرين كاس حالي الفرع بالي هذا عتيرة أنا محيط هاي بيش الرجب مرك لجارو أي النفل جورع جرولي وطبعاً كهرة أي جورع جرين مركز أيديه جرين رجبية أي قانين مركز النفنا وحوي عنق وهرية عرض كوا النفكة أي اللي جورع جر أي ولا ود وأنا أصنامتي عتيرة أنا وحويان بشر رجب طبعاً كذا نفل جورع جر جاهلي جورع جرين أو أقول جرين محوها رجبية أي عتيرة اللي هذا مرك الفرع والعتيرة وكوا حديثكم بقول يسقالي سودنا سقالي لباتنات عن النبي هريرة تعالى ورضي الله تعالى عنه وارضاه عبد الحميد الخير الدوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي جانب حجيري لا فرع فرع مجر عنه بمحوى عرض هو القورع لما أركويا عرض كده وحلوه استعمال جري بن آدم كحوله ما الله استعماله قيل يا رجل الله ما الله استعماله أي ما بس كو أسكو من مركة لب ما لها الله استعماله أحسنتم عتيرة أنا حنقل جدا مركة عرض مجروية ولا عتيرة بشهر رجب طبعا كذا نافل القورعنا أو حويان لو قلنا وهذا باب كاسنا ما عباد اللون يودنا مجرويان والفرع فرع أول النتاج للمذا أما عرض كويان أول النتاج نفك عنق وكعرت ومحوها هويان كانوا حين يذبحون كوجا ورع لطواقيتهم أصنام توضع إيه طواقيت توضع يقول عجرين والعتيرة عتيرة ذرة في رجب رجب أي محوها يسمين جرين يقول عجرين وانظروا حد يكتب حديثك بقول إيوه تضمي أفرتنات من ذبح لغير الله حديثك محوها لعن الله الله أن على ذا من ذبح قفك جورع أو جورع لغير الله الله وحانهن هذا والله أعلم صلى الله وسلم على رسوله مصطفى.